أما هلأ انتقلنا لفقرتنا التالية وهي الفقرة الاجتماعية فرح، واللي بتهم كتار مين منا ما بيرغب بتنشئة أطفال مدللين اتكاليين أنانيين ما بيملكوا أي حس بالمسؤولية أكيد، ولا شخص بيتمنى يكون أولاده أنه الإفراط بالدلال دائما بتكون نتائجه يمكن سلبية، وباللاوعي أحيانا بيقوم الأهل بتربية أطفالهم بدلال مفرط ممكن يؤدي بلحظة من اللحظات لخراب اجتماعي وتكوين شخصية فيها كثير من الصفات السلبية. كيف بنعرف إذا نحن فعلا عم نفرط بالدلال لأطفالنا بالتربية؟ شو هي الآثار السلبية بعدين المستقبلية خلينا نقول بالأفراط بالدلال؟ رح تجاوبنا على هالأسئلة الأخصائية الاجتماعية رولا بريمو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح الخير. فيكي. أهلا وسهلا أهلا فيكم وسهلا. صباح الخير مرة تانية. صباح النور. اليوم قد ايه حلو هذا الموضوع، كثير من الأمهات فعلا يعني بيخربطوا بالحياة أو ما بيعرفوا يفصلوا بين الدلال الزايد والاهتمام. خلينا نقول خلينا نعرف من حضرتك وحسب خبرتك اليوم الدلال امتى بنقول هذا دلال مفرط، امتى بنقول اهتمام؟ هلا الدلال هو الشكل المادي للتعبير عن العاطفة، يعني نحن بشكل واضح كيف بدنا نعبر عن عاطفة المحبة، نحن مندلل، فهي المظاهر اللي بيقوم فيها الأهل تجاه أبنائهم. هلا هذا الدلال له شكلين، في عندي الدلال العاطفي وفي عندي الدلال المادي. الدلال العاطفي هو بالضم، بالعبط، بالتقبيل، بالألفاظ اللي بنحكيها. هلا هذا الدلال مسموح فيه بس لحدود معينة وعند ألفاظ معينة، يعني فيني أنا أقول إنه قد ما بدي فيني ضم ابني بمواقف معينة، دائما بدي أقول له أنا بحبك، وقدي أزعل منه بدي أقول له أنا زعلت من هالموقف بس أنا بحبك، يعني دائما ما بساومه على المحبة. بس نحن في عنا أخطاء شائعة كتير كبيرة، يعني نحن ما بيصير نضل نقول له لابننا ما في حدا بالدنيا بيحبك قدي، هي العبارة سيئة جدا، بتسكن بالعقل الباطن للطفل وبصير بيحس إنه في حاجز بينه وبين كل العالم، بصير بيطالب العالم إنه يحبوه مثل ما أمه بتحبه، أو بيقارن محبة العالم لإله بمحبة أمه. لا، الأم والأب ما في حدا بالدنيا بيحب الولد قدهم، بس هن مانن الدنيا كلها، يعني الإنسان ما بيعيش مع أمه وأبوه بس، الإنسان بيحتاج أصدقاء، بيحتاج جيران، بيحتاج رفقات بالمدرسة، وهدول الأشخاص مو مطلوب منهم إنهم يكونوا أم وأب، مو مطلوب منهم إنهم يعطوا درجة المحبة نفسها للطفل، لذلك نحن بنقول له إنه بنحبك بس ما لازم يكون في مثل ما بنقول بالفرنسي سوبيريوريتي، يعني إنه بس نحن، لا، في كتير ناس بتحبك وما لازم نقارن، لأنه مو مطلوب من العالم يحبوا الطفل قد ما بيحبوا أهله. صحيح. يعني مثل مثلا الأب بيكون ضامم بنته، مين هاد اللي بده يجي ياخدك مني؟ نسمع كتير. لا، كمان هي بتسكن بعقل الباطن، وقت البنت بتروح لعند جوزها بتضل خيال أبوها بينها وبين جوزها، وهذا شيء كتير سيء، وعم نشوفه سبب واحد من أسباب الطلاق، إنه البنت ما عم تقدر تعيش مع الزوج لأنه بشكل مستمر عم بتقارنه مع أبوها. أنا بحبك كتير وبس، ما في داعي، مين بده يجي ياخدك، مين بده يدللك مثل ما أنا عم دللك، ما حدا رح يدلل البنت مثل ما الأب عم يدللها، بس هو في كتير شغلات ما فيه يعطيها إياها، هي محتاجة زوج بالمستقبل. أكيد. طب خلينا نحكي وين بيبدأ الإفراط بالدلال، يعني عم نشوف كتير كل أم وخاصة أول ولد بياخد بيقولوا كل الدلال. يعني بتلاقي الولد الأول ما حدا بيقول له لا على شيء، في دلال حتى هو ما بيقدر، يعني بصير اتكالي حتى على الاهل مثل صحيح. ما حكيتي من الاثار السلبيه، فامتى بيغلطوا الاهل الغلطه؟ باي عمر ببلش الولد يتعود على الدلال؟ هلا الدلال بالمعنى انه نحن نخدم الولد، نحن هي عندنا نقطه كثير مو واضحه بتربيتنا، انه نحن ما بنعرف الفرق بين انه ندلل الطفل وبين انه نخدمه. الطفل اذا نحن بدنا نربيه بدنا نأمن له حاجياته بس ما بدنا نضل نخدمه، يعني الولد لازم نحن نساعده ليزحف، الزحف شغلة كتير مهمة، لازم نساعده ليمشي، لازم نساعده ليتعلم الأكل، بس نحن مو إذا منحبه أكثر بدنا نضل حاملينه، نحن عم نحرمه من مهارات كتير مهمة، نحن وقت عم نطعميه عم نحرمه كمان مهارات مهمة، وقت عم نلبسه عم نطعميه عم نحرمه من مهارات مهمة، معناتها نحن مندلله عاطفيا، مندلله بأنه نأمن له الوضع المعيشي الجيد، هي
إذا قدر الإمكان ونجيب له الهدايا بالأوقات المناسبة، بس مو بشكل مستمر نحن عم نأمن له كل شيء، لأنه الطفل عم بيطلع اتكالي، الطفل بده يخلص أكله يحط صحنه بالمطبخ، الطفل بده يلبس بده يضب ثيابه يلي شلحهم، هدول كل الشغلات أنا ما بكون عم دلل ابني وقت اللي عم بعمل له إياها. في عبارة كتير كتير كنا عم نسمع، الأم ما عم بتعلم بنتها ولا أي نوع من المسؤولية، وأنا طبعا بقول البنت والصبي بده يتعلم تحت عبارة لاحقة بكرة لتتجوز، بس المشكلة اللي عم نشوفها بعد الزواج إنه الصبية غير قادرة على القيام بمسؤوليات البيت، ونفس الشيء الشاب يعني بتقلي له إنه في عليك فاتورة كهرباء بلاقيها مشكلة، لأنه هو ما أنه متعود أساسا يحمل هدول المسؤوليات. فلا، نحن وقت منعودهم من الصغر على المسؤوليات بيكبر الولد هو حامل هالمسؤوليات طبعاً. فالدلال هو دلال له حدود، الكلمات بدنا نكون نحن دارسينها، والدلال ما هو انه خدمة الولد وحرمانه من انه يكون عنده قدرات ليعمل شيء. تمام، كثير حلو هذا الحكي اللي كان فيه اشاره كثير كبيره على يمكن الاثار السلبيه للدلال بعمر الشباب او حتى المراهقه. خلينا نتعرف منك بالتفصيل على هي الاثار قد ايه فعلا بتاثر، قد ايه بعض الامهات وبعض الاهالي بالتحديد ما بيكون عندهم هذا الوعي لمخاطر هذا الدلال المفرط. تمام، هلا الناحيه العاطفيه حكينا عنها انه بعدين هو عم يطالب العالم يكونوا اهله وهن ما لهم اهله. الناحيه الماديه الفكره السائده غالبا انه انا بدي اعطي ابني او بدي اعطي بنتي كل شيء لحتى اشبع له عينه، بالحقيقه مو الكميه اللي بتشبع العين، القدره على الاقتناع بالشيء اللي انا بمتلكه هو اللي بيشبع عيني. يعني انا مو اذا جبت لابني 10 العاب معناتها هو خلص اكتفى بالالعاب، او ادخل عينه بلعبه رفيقه. تمام، هو لازم يكون عنده لعبه سعيد فيها او لعبتين هو عم بيلعب فيهم وهو سعيد، لانه بعدين على المراهقه هو ما عاد عنده حدود. وقت اللي طلب سيارات بالصغر وانا جبت له بالمراهقة ما بعرف شو ممكن يطلب، وبده يشوف رفقاته وبده يشوف العالم، فهو صار إنسان نهم لكل شيء وما بقى عنده حدود لحتى يعرفها، فآثاره كتير سيئة. وحتى بالنسبة للزواج كمان نفس الشيء، يعني البنت ما رح يقدر الزوج هلأ شاب صغير يقدر يأمن الشيء الموجود ببيت أهلها اللي صار له 30 سنة مفتوح، في كتير فرق بين الاثنين. ونفس الشيء الشاب، يعني الزوجة ما رح يكون عندها خبرات أمه، شوي شوي بتتعلم وشوي شوي بيصير عندها مهارات، بس بدنا نطول بالنا. بس الإنسان المدلل غير قادر على تقاسم الحياة مع شريك الحياة، يعني تأثيره بالحياة الزوجية كتير سيء. نعم، طب خلينا نحكي شوي، بما أنه الآثار السلبية بتضل مستقبلاً مع الشخص صحيح. حتى لما يكبر، هل ممكن أنه يتغير بعدين ولا لا خلص ما عاد بيتغير إذا ما كان متعود على الدلال؟ هلأ يعني بده يكون في حدا واعي يضبط الموضوع. يعني هلأ للأسف أنه الأهل يلي هن السبب وقت اللي عم بيشوفوا الخلافات الزوجية ما عم بيقدروا يكونوا طرف صحيح. هلأ لذلك نحن بنشوف بالدول المتحضرة في أخصائي نفسي واجتماعي دائما بتكون في استشارات بين الزوجين لعنده، لانه الاهل طرف من المشكله، فهن غير قادرين على حل المشكله، فهن ما بيقدروا يكونوا بالحل. فلا، المفروض يكون صحيح، المفروض يكون، ما بعرف ليش ابتسامتك حاسه انه الكلام بخص حدا حاسه انه بتعرفيه يعني او شيء. لا عم نحكي بشكل عام، لانه نحن دائما بكل عائله سوريه، انا سعيده بهالابتسامه، بكل عائله يعني سوريه في يعني دائما بتعرفي الاحفاد او الاولاد او هي في بيت في دلال معين للشخص، فنحن عم نعرف شو هي الاثار حتى نعرف نضبط الموضوع. تمام، يعني نحن عم نحكي دائما عن الطفل بس ما عم نحكي انه شو عم بيصير بعدين. فنحن جزء كبير من الطلاقات هلا عندنا من الخلافات الزوجيه ينصح انه الاهل ما يكونوا طرف بالحل، ينصح انه هن ما يدخلوا اساسا بالخلافات لانه هن كانوا جزء من هذا الخلاف. يعني وقت اللي بتيجي البنت بتقول له انه ما جاب لي او ما ساوالي بيقول لها الاب بينحمق، لا انت من الاساس دللتها زياده، اعطيتها زياده، فهي ما عاد عندها قدره تعيش مع جوزها، فما راح تكون حضرتك طرف بالحل. يعني هي الآثار بتكون كتير سيئة. ونفس الشيء بالنسبة للشاب، الدلال المادي بالنسبة للشاب بيوصل لشغلات كتير سيئة، لأنه كتر المصاري بتعمل بطر، فهو ما بقى يعرف كيف له حدود. فالدلال له حدود، كل شيء بالحياة عن جد، كل شيء بالحياة. دائما أنا بشبهه بالشارع اللي من زفته، وقلت هذا المثال، ما فيك تزفتي شارع بدون ما تحطي له طراف، فأي شيء بالحياة لازم يكون له طراف لحتى الإنسان يعرف حدوده ويتحرك ضمن هدول الحدود. كتير حلو
والشيء المهم كمان مدام رولا انه اليوم عم نحكي نحن عن حاله فشل عائله، حاله صح. فشل زواج، الامور الكارثيه اللي ممكن الاهل ما بياخذوا بالهم انه انا ممكن اوصل ابني لهذا الشيء، واكيد صحيح. لو بيعرفوا هي المخاطر وهي الاثار اكيد ما كانوا افرطوا بهذا الدلال. اليوم صحيح. بدي نصائح من حضرتك لكل ام ولكل اب لكل عائله، اكيد الكل بحب اولاده وما حدا قده بحب هي العائله وقد هدول صحيح. فنحن هيك بمحاور اساسيه ممكن احنا نتعامل مع الاولاد، ما نخلي شيء بعينهم بطريقه صح، صح. ندللهم بطريقه صح. كيف؟ صحيح. هلا دائما التعبير عن الدلال يكون بمحبه بس ما يكون دائما مادي، يعني انا بتصل على البيت كاب بقول له بابا انا مشتاق لك كثير استناني، بس انا ما اقول له شو جيب لك معي، لانه وقت اللي بده يدخل الاب حامل كيس فيه اكلات طيبه او فيه العاب، الطفل رح ياخذ هذا الكيس ويدخل، لا لازم يحس انه هو مشتاق لابوه مو مشتاق للكيس، والذنب مو الطفل، الذنب هو الاب، فانا ما بدي احول نفسي بنظر ابني لصراف آلي مثل ما حكينا مرة، إنه لا أنا بدي إجي مشتاق لك. في تعابير أخطاء شائعة كتير بحب إني أقولها، مثل مثلا الأم مين هاي اللي بدها تجي تاخذك مني، هذا كل التعابير لازم يكون عنا شكله قناعة. في أم سورية ما حكت هاي الجملة بشكل لا، وعن جد ما بتتخيلوا إنه كل شيء بيضل بيبقى بذاكرة الطفل وبيبقى بساحة الشعور، عفوا بالعكس بيبقى عايش معه بس ما أنه متذكره هو، فهذا الشيء كتير بيسبب مستقبلا لجم لتصرفات الطفل لتصرفات الزوج بدون ما يحس، بيكون عم بيقارن مع أمه، بس زوجتك ما لها أمك وما لها مطلوب منها أنها تكون أمك، في فرق بين الاثنين. فهي نصائح للأهل أنه ديروا بالكم ابنكم بيفهم كتير، هذا المزح والتعابير الشعبية اللي نحن بنقولها ما نصح، نقعد نحكي مع الست والولد عم بيسمع كمان ما نصح، كل شيء مادي زيادة مثل قلته تماما، الولد ما بيحبني أكثر إذا جبت له ألعاب أكثر، وما بيكون سعيد إذا أنا كل الوقت كنت عم بخدمه وحرمته يكون عنده شخصية مستقلة. نعم، يعني بهي النصائح إذا بتحبي تقولي كمان كلمة أخيرة أو مشكلة شائعة عم تشوفيها نختم فيها كمان هذا الأكثر المشاكل اللي عم شوفها وأعلى نسبة طلاق عم بتكون عدم قدرة الشريكين على العيش مع بعض، مسؤولين. يعني عدم قدرة على التحمل المسؤولية، وبيت الزوجين أبدا ما بيصير يكون بيشبه بيت الأهل، مثل ما قلنا اللي صار له 30 سنة أنا زوجي محتاجة لإله وأنت زوجتي أنا محتاج لإلك، أمي وأبي أهم شيء بالدنيا، بس الدنيا بتمشي لقدام، الأم والأب هون والأبناء صاروا المستقبل. أكيد، يعني بنقول لك شكرا كثير على هي النصائح اللي قدمتي لنا إياها، قد إيه نحن فعلا بعازة اليوم لهي الثقافة إنه نحن شوي نكون واقعيين ونوازن أكيد. بين الدلال المفرط والاهتمام والتربية الصح، ومثل ما قلتي مدام رولا نركز كثير إنه نحن بهذا الدلال عم ننزع جيل كامل وعم نأثر على مستقبل الأسرة، شكرا كثير لإلك وناطرين دائما مواضيع جديدة تفيدنا فيها. شكرا لوجودك ولكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا.